طبعا مشاهدينا اليوم الجمعة، فإذن لقائنا بعالم الصباح رح يخلص بعد شوي، بعد تقريبا شي ربع ساعة رح بتكون كلها مخصصة لشيف حسين لحتى نخلص أطباقنا لليوم. صباح الخير من جديد. صباح النور ولكل المشاهدين. شو حطيت لنا طنجرة فاضية؟ هذه الطنجرة لا مش فاضية، رح حط طنجرة معباية هلا. يلا رح يكون فيها الطنجرة هيدي زيت زيتون. هون نحن عم نحضر صلصة للكفتة الموجودة بالفرن، طبعا كفتة الباذنجان مع البندورة. لكن مشاهدينا عندنا زيت زيتون على النار بالإضافة لحصوص الثوم. عندي كمان من حصوص الثوم بهالشكل بنقليهم. وأيضا هون غادة فيني حط بندورة مطحونة أو فيني حط رب البندورة مع الماء. أنا حطيت الثوم، بدي أقليهم شوي ليبلشوا ياخذوا لون. رح حط بندورة رح حط رب البندورة، رح حط مي، رح حط قرفة، رح احط بهارات مشكلة. أوكي. كمان وكمان بدنا نحط عصير تمر الهندي. اوكي عظيم. اما هون بنرجع لخلطتنا، هون مثل ما شفتي قبل البريك حطينا سمنه، حطينا باذنجان قليناه شوي بزيت الزيتون، حطينا بصل، حطينا جبنه مرهميه، حطينا مايونيز. بس ولكن بعد الخلطه ناقصه عنا كمان عندي من اللبن، بدي اضيف القلم لبن. ايضا كمان بعدها ناقصه عندي من جبنة البارميزون، رح نضيف رشة وبنخلطهم مع بعض بهالشكل. هيدي هي السلطة، لكن صارت جاهزة عندي مع هالخليط كله. وهون مثل ما عم بتشوفي في عندي اللقطين، عم نعبي باللقطين. صحيح، بدي احشيهم بهالشكل مع اللقطين، طبق كتير طيب مثل ما عم بتشوفي قد ايه الريحة شهية. لكن مشاهدينا سلطة الباذنجان واللقطين بلشت تتأشرف على نهايتها. أنا عم بسكبها بهالشكل هيدا باللقطينة. هون نحنا خلصنا تقريبا وصفتنا أو الطبق الأول لحلقتنا لليوم. صارت وعدتنا بغريبة اليوم صح؟ صح. مش عم رح نعطيها كمان لون أخضر، رح تطلع فوق الفرن لغريبة. لغريبة فوق الفرن عم بغششوني وين لغريبة. طيب هون رح حط كم حبة بندورة بهالشكل، من البندورة المعلقة بهالشكل هيدا. اوكي طيب، ورح جيب جبنة. انه هون خلصنا. طيب هيدا مشاهدينا اول طبق لحلقتنا لليوم صار جاهز. تفضل. لكن هيدا الطبق الاول، سلطة الباذنجان واللقطين. هون مثل ما خبرتك رح جيب رب البندورة، حط رب البندورة، حط معي اوكي عظيم. رح نخلطهم بهالشكل. رح جيب حط البهارات مثل ما خبرتك عندي. قرفة بهار، هن عبارة قرفة قرفة. هون عنا بهارات مشكلة. اوكي عنا من القرفة، عنا ايضا من الملح، بنحط ملح رشة ملح، وعندي كمان من تمر الهندي. أوكي. اوكي هلا بنتركهم لحتى يغلوا مع بعض. خير. بهالوقت انا رح طلع صينية الكفتة من الفرن لان صار جاهزة عندي صينية الكفتة بالفرن. تفضل. طيب يا ريحتها بتعقد، ريحة الكفتة مع على فكرة هي ريحة الثوم وريحة الفليفلة اللي دخلتهم بقلب الكفتة. طيب هون شو عنا؟ هون شو رح اعمل انا هلا؟ رح اجي بدي اجيب الباذنجان. تفضل. رح اخذ الصحن لحدي لهون وجيب الباذنجان بهالشكل، بنحطهم مثل ما عم بتشوفي الباذنجان مع البندورة. أوه ما بيأثر. اوكي كمان نكرر العملية، نحط ايضا كم حبة. بعد بناخد حبة بنحطها بالصحن. هيدا الصحن كمان
صار جاهز. تفضل. رح اجي حطه بهالشكل. طبعا الصلصه نحن ناطرين الصلصه لحتى تصير جاهزه، الصلصه تغلي شوي تعقد نتفه 100%. اوكي، بنغير الكفوف وبنروح للطبق الحلو. يب. بالنسبه للطبق الحلو الغريبه، الغريبه حطينا بالخلاط الكهربائي سمنه مع سكر بودره، خفقناهن، رجعنا ضفنا المسكه، هي عاده ما بيحطوا لها مسكه بس انا حبيت احط لها مسكه. طيبه مع مسكه. مكها بالمسكه، حطيت لها مسكه وحطيت لها فانيل ورجعنا ضفنا الطحين، طلع عندي هيدي العجينه الناعمه. لكن مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا هالعجينه الناعمه بهالشكل. انا بعملهم بشكل بول، خلينا نجيب صينيه. تفضل. لكن مشاهدينا بعملهم بشكل بول وبحطهم بهالشكل. اوكي، فيني احط بقلبهم حبه لوز او حبه كاجو او حبه فستق حلبي. لكن مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل. كمان بنكرر العمليه. عملنا ثلاث حبات، بنحط حبه كاجو او لوز او فستق حلبي. هول ثلاث حبات انا حضرتهم قدام المشاهدين. اوكي، بعد ما نحضرهم بنفوتهم على الفرن على حراره 180، بدهم حوالي 12 دقيقه بالفرن. انا حضرت صينيه قبل طبعا لحتى نكسب وقت على الهواء. هيدي الصينيه جاهزه عنا. رح اجيب انا صحن لاسكب الغريبه لهيدي الصينيه. لكن رح نحط الغريبة بهالشكل مثل ما عم بتشوفي. إذا حطينا فستق أو هيك بقلبه ما بيحترقوا. لا لا ما بيحترقوا، ما في عندنا مشكلة. مشكلة. صحيح. هون الغريبة بهالشكل. نحن بلش وقتنا يخلص. بهالوقت نحن طبعا في عندنا سؤال، الكريمة بالنسبة للكريمة كيف نعملها؟ كريمة، كريمة الجاتو، كريم شانتيهي. أنا بذكر المشاهدين الكريمة نحن في عندنا نوعين بالسوق من الكريمة، في عندنا كريم فريش نباتي وفي عندنا كريم فريش حيواني. مزبوط. طبعا بكل شيء حلو نستعمل النباتي وللمالح نستعمل الحيواني، بس نحن ما بدنا شيء، بنحطها بالخفاقه الكهربائيه وبنخفقها مع شوي من سكر البودره بس وايضا رشه فانيل بتطلع عنا الكريمه، وهيدي احلى طريقه للكريمه. اوكي، كان فينا ناخذ بعد سؤال بس خلص وقتنا. خلص وقت. بهالوقت انا بلشت حط الصلصه كمان على الوجه بهالشكل. فيني زينها بالبقدونس. أكيد. ما عندي اي مشكله. لكن غاده هول الثلاث وصفات قدمناهم لحلقتنا لليوم. انا هيك بدي اشكر كل المشاهدين، بدي اشكرك. وصفاتنا ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، وبدي لكم الف صحتين وجمعه مباركه للجميع ونهايه اسبوع ممتعه. ناطركم نهار الاثنين بوصفات جديده ومتنوعه وشهيه ومختلفه. بون ويك اند لكان. ثانك يو. يكون ويك اند حلو لك ولكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، انما اكيد عالم الصباح بيستمر معكم حتى لو ويك اند. ما تنسوا تلاقونا بكره الساعه 10.